إخوان ويان خون متاع دي طفران دي لوانا دي تسيعة دي نسلن سلوفليت النت مزيغ ثانسو في يسون ودي تزوران صوضان السرد سنتم السلطان دي تزاير ثمانا دي ثمناطان باب الود أذس حفسان يوان وهيراوني مطال موين يلان السفعاء يمدنن العامور نساني كار 19 أر 45 نيس قوسان لان سعان في لوفا غار تغذمت والرندزال الله يوف أن الكنابس الصنف النظام ذل الصنف النظام الزاين وذاغان جوجة لفو 172 نتعقين يرقوين العقل والصوضان ذاغان ذي لقديشاقين عدران ثلاثة للسلاح نغ ثلاثة للسلاح مللان أن كنداغان إيدي لا ونغن الصنف ويستة كن داغني دي الله في ريريثنا القدار نتذريم تسوى زالينس سويا غادي لي وكمل نحتش يوسالي غن تيقوين القانون ذو حسب نويديان تيديانين قضايا مختلفة عالجتها مصالح أمن ولاية الجزائر الممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي بحر هذا الأسبوع المتعلقة بالمتاجرة بالمخدرات والحبوب المهلوسة وتحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا تمكنت ذات المصالح من الإطاحة بشبكات إجرامية تتكون من 7 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 19 سنة و 45 سنة مسبوقين قضائيا محذرون من ولاية الجزائر كما تم ضبط خلال هذه العملية على 2178 قرص مؤثر عقلي من مختلف الأنواع 120.3 غرام من المخدرات قلم الهندي مخدرات صلبة سي بي تاك 6 كبسولات 3 أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والأنواع 7 هواتف نقالة مقصين يستعملان في تجزئة المؤثرات العقلية مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر ب 193400 دينار جزائري من عائدات الترويج بعد استكمال الإجراءات الجزائية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الترويج والمتاجرة بالمؤثرات العقلية المخدرات من القنب الهندي والمخدرات الصلبة النقل والتخزين حيث أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي يخبر دون غلاف لقضي شامة في الأخضر رخروخ ذي ثرز زينس نوسف قاد يكوذون غلاف نصيوض على ولاية جيجا لميذا دغافو سفقا ذا روسن فار بوفريدا مقران جنجن أر العلمة يخبر دغافو هزام ووالغف 36 وقورن إيو سالي لقضي شذوق صنفار إميذا صنفار نتذمسة ويمسلي دغاف لعضي لتوجر ذانية كان ذكي ونصنفار أيمن عبد الرحيم بالنسبة بغلاف مالي وقد ينطلق وراح يعاود يولي الى مجراه ويكون في بوتيره تكون اكبر ان شاء الله باش يقدر هذا المشروع يستلم في اجله ونعاودوا نرجعوا للاجل الان احنا رانا وجدنا باش يعاود ينطلق في هذه الايام المقبله ان شاء الله والاجل تكون في 36 شهر ابتداء من هذا الاجل تاع القادمه هذه ان شاء الله من جهه الشماليه من جهه جيجل كاين 13 كيلومتر راهي تقريبا واجده ومن جهه الجنوبيه المشروع من جهه سطيف كاين 17 كيلومتر راهي تكون واجده ان شاء الله انشتاوي مدون على في اللقدي شمافون الخضار رخروخ لا مار نفدو نمور منزو نص نفارو نص والضب وما نتسيث غار ثمانية نتغيوانين هي رسنت ستة تغيوانين ذي الولاية نميلا أكود سنة نتغيوانين ذي الولاية نصطيف ذو باراج نصو باراج بومان نطبلوط ذي جميلة ذي الولاية نجيجل وتسالين ثليث سوس فدين ثليث وسنرني ذي 18 غار 30 وقورن يكود سدريم تيبضان غار 11 مليارين الدينار وين ذاكينة تيلين ثموغليا ذوك سوى ذو بومان نتسيث غير ستان تغيوانين ذي ستان تغيوانين ذي الولاية جيجل انطلقنا في مشروع لتمويل البلديات 8 بلديات بالماء الشاروب من سد تبلوط واليوم راكم تشوفون انطلق المشروع والمشروع هذا جزء من المشروع هو مشروع بكامله للثمان بلديات هو عنده اربع اجزاء واليوم انطلقنا في الجزء الاول وهذه الايامات المقبله راح ينطلقوا في الاجزاء الاخرى وان شاء الله بصفه عامه يكون من 18 الى 30 شهر بال البلديات بكاملها وهذا شفتوا المبالغ تاع المشاريع هذويا تفرق بين كاين اللي ب 4 و 2 مليار و 3 مليار دينار بجمله بصفه كامله كاين 11 مليار دينار لهذه الثمان بلديات
إجارة دون غلاف نتويزيان ذكي وثنة تفغى أنو سفقد غارت حبنا يتوتسيوين نتنقل ودين إخرى الأمور أونن قرزرة ونان ذكينا في حبنا إلا قد سدون القانون وإلا قد سلم ذنت وضس حفظان تأي قردان وذما ونة دياني تتنسلم تضد صرف قاغن وذما ونة تطفى ذي ثمورت أكد سنغرمت نتزيار إمي وذاري تخلفان القانون ديلي وصحف السلق ذي شنسان تكسان تسريحة في لفذا أثبت نغلف ثاني يدلس سويزيان الصورايا مولوجي غفوس بدين أن سمير ثعال بين غذان مهلا مينوثا وذا يغنو نيزرفان يمسو فغانا يدلي سنة تكتذين ذي زرفان يلان غارثا ما لندا أن مهال إيد يلان ذو قمكان النصيرا عيايشية فينا يلان تن مهال ذو سقوس نزوج الاف وسطاش يمين ثعال بين يلان يكان ذان مهال نتزوريا أن غنو فراق نوسنرني نتزوريا ذي يدلس ذو قغليف أن يدلس تزوريا أكان ويلادو سرس حمزة جاب الله ذا من ذيغ آمثو وغليف يدلس تووزي ذو قم كان أينس ذوك سنت النظام تكمل الفلاحان توش ولين القاضي نوزمور ناثم هلفنا القاضي نوزمور ذي الولاية عن التوفيرت صدقس أن وفوذ أدن الثارو غير ودن الزيغرون السيالة فوذ تسفغست ومبغير العجز تكملاني فلاحان توشوليني لقضى نزمور لقضي شيثو غالين السلغلة في قرزن إيميا زمور ذي نسيت مشاع ثمنات التوفيرت اصلصنا فتغاراني قرزن نكوني الحمد لله تازمور في القتيس انت تصفرصد خطر إلا وفورك أستنفض إلا وفورك أستكسد ويصلي حالا ألورا ماشي لامبورتا ذي يخدم تازمور إلا مكون العبد سلميتينس وني غران إيمانيس أفلاح إيمانيس أكاكيني الدونيس مي داكي لامبورت يخدم هادي روح هادي جزمت زمور لا إلا قزمور تسعة ساعة الروح تعيش فيها بالعبد ونزكي ورا سي عوزان تحذري ثراوي وكذا واكازي وحمل مليح الزمور فكان نروح نسنفو زمور غا في العباد باش كنا تشنا الزيت العالي عثفن مليح والله عثفن مليح أما كنت نتتي تنتكي العباد الزيز ذيك نتصبط نتخيم تكوزينتي هاكي قلت تريقي تبريي ما إلا ذوي ذيك سفانة في معصرين سي ثمان سن تهجين يا لين يولمن أن الحر جذولا لن يسدون التلي ثكني لاق إيميا يلثا غوسا ثقديمت ثفد السمينوث هذه يعني المنتوج راه ناقص شوية على الظروف المناخية باسكو السنة هذه كاين شح في الأمطار لأن الزيتون يحتاج المياه في سبتمبر وفي اكتوبر والسنه هذه شفتوا كاين شح في المياه الفلاح يعني مسكين تشوفوا هو المدخول تاعو هو الزيتون يعني من ناحيه المردوديه ومن ناحيه النوعيه ثاني باسكو ينقص شويه ومن هذا المنبر اغتنم الفرصه وادعي جميع الفلاحين انهم يتنظموا على شكل تعاونيات وذلك حتى يتم مرافقتهم وتدعيمهم من طرف الدوله القوض نزمور وخسو لما تمهل في وعران لدغا أصلح لاغني مزوين التكنوث أتفاضي مولاني سيال سقوس أسنرنا يندفوذ يوسف ثيان ذو سحفي ذرغة في الزمور إقسم لالين الغلاء تقول لها فجدي صدل صل أسويا صدر ثقار نسلن ثاني ميرث مثل لم يذنغ